ثلاثة مباريات قادمة خارج ميدانه دون حضور الجمهور، بالإضافة لخطية مالية ب 20 ألف دينار، وذلك على خلفية الأحداث اللي جدت أمس في لقاء الجولة الخامسة إياب من البطولة، كما تمت معاقبة مرافق الملعب التونسي توفيق المهذبي بأربع مباريات و 7000 دينار كخطية مالية، ودعوة السيد أمين البوبكري المسؤول بالنادي للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقاف نشاطه الرياضي. كما قررت لجنة التأديب والعقوبات التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تسليط جملة من العقوبات بعد نهاية الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فيما يلي بقية العقوبات الصادرة بعد اجتماع اليوم إحالة الملف التأديب لرئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي على مجلس التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بسبب ردة فعله على طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردين في الجولة الخامسة إياب من البطولة يوم أمس الخميس، وتغريم نادي صفاقسي بمبلغ 5000 دينار مع توبيخ بسبب العود في رمي القوارير في مباراة اتحاد تطاوين، خطية مالية ضد الترجي قيمتها 2500 دينار بعد دخول مشجعين لأرضية الملعب في لقاء نادي البنزرتي، وأخيرا خطية مالية ضد اتحاد بن قردين بقيمة 2500 دينار بسبب رمي القوارير في مواجهة النادي الإفريقي. أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف عن تعيين الملعب الشاذلي زويتن لاحتضان مقابلة هلال الشابة والنجم الرياضي الساحلي في الجولة السادسة إياب من الرابطة الأولى لكرة القدم دون حضور الجمهور، وذلك على إثر العقوبة المسلطة على فريق هلال الشابة من قبل مكتب الرابطة ومتمثلة في إجراء ثلاثة مقابلات في ملاعب محايدة دون حضور الجمهور. بالنسبة للتعيينات الكاملة للمقابلات الجولة السادسة، كل المقابلات تتلعب نهار الأحد 5 فيفري في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة مصعطين، النادي البنزرتي يواجه الملعب التونسي في ملعب حمام سوسة المعشب، أما الحمام سوسة يواجه النادي الصفاقسي في ملعب زويتن دون حضور الجمهور، هلال الشابة يواجه النجم الرياضي الساحلي في ملعب نجيب الخطابي تطاوين، اتحاد تطاوين في مواجهة الترجي، وفي المجموعة الثانية كل المقابلات مصعطين في ملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي يواجه مستقبل الرجيش، مستقبل سليمان يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد، في ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه اتحاد بن قردين، وأخيرا في ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه الأولمبي البيجي. من كرة القدم نبدلوا الاختصاص كرة السلة، تعرف النادي الإفريقي اليوم على منافسه في نصف نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة، ويواجه ممثل تونس غدوة السبت نادي دينامو اللبناني ليقصى اليوم جمعية سلة المغربي، علما أنه الإفريقي أزاح أمس النصر الليبي 74 مقابل 64، ونذكر أنه الإفريقي في صورة الترشح باش يلاقي في النهائي إما الرياضي أو نادي بيروت اللبناني. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية تساعد ممارسة التمارين الرياضية في منع عدد من المشكلات الصحية وتحسينها بما في ذلك ضغط الدم المرتفع والسكر والتهاب المفاصل. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.